واش الخوت منكم شكون بخير وعلى خير. اليوم جينا نتكلموا على سعر الفائده اللي قامت الحكومه بالزياده فيه. والناس اللي ما عارفينش ان هذا الخبر هذا نزل ب 24 ساعه، كانت زاد شحال هذه ب 2%، دابا غيولي ب 3%. خبر اللي قريته فريمون بغيت نشاركو معكم باش تعرفوا شنو واقع. تقراو معنا، غنحط لكم السكرين شوت في الفيديو باش تقراو معايا الاخبار، ومن بعد غنفسروا شنو واقع. عندنا كما كنقراو: هذا ما ينتظر المقترضين من البنوك بعد الشروع في تطبيق قرار بنك المغرب. ندوزو للبارتي الثانيه باش نشوفو الكلام شنو دارت. علمت الاخبار من مصادرها ان عدد من المؤسسات البنكيه شرعت في تنزيل قرار بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائده الى 3%، كان غير 2% دابا ولا 3%، عقب اجتماعه الفصلي الاخير برسم سنة 2022. دابا غيتطبق داك القرار فهاد الشهور اللي جايين، دابا من با جو سيمانات ولا 3 سيمانات غيتم التنزيل ديال هاد القانون اللي ترفع تكلفة قروض سابقة وحصل عليها زبناؤها بسعر غير ثابت. من بعد غنفهموا كلشي، هادشي كاع اللي كنقراو دابا غنفهموا. واوضحت المصادر ذاتها ان الملايين من المغاربة المقترضين من البنوك سيتعرضون خلال الاسابيع المقبلة للرفع مرة ثانية من أداء المستحقات الشهرية ابتداء من الشهر الجاري، لأنهم لم يقترضوا بسعر فائدة ثابت، وتتطبق هذه الزيادات على مختلف أنواع القروض الممنوحة سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز. دونك نتمنى تكون الفكرة واضحة. دابا غنقوم بالشرح ديال العملية كيفاش غطرا وشنو شكون اللي غيتضرر في هاد القروض هادو. دونك الناس اللي شادين كريدي ديال السكن، كريدي ديال الاستهلاك، وكريدي ديال التجهيز اللي بغى يجهز شي محل ولا يجهز شي حاجه وشد عليها كريدي. دونك عنده واحد الطريطه في الشهر كيخلصها، مثلا نفترضوا انك كتخلصها ب 500، فاش تزاد هاد سعر الفائده تولي تخلص مثلا 1650 ولا 1700، يعني تزاد لك 150 ولا تزاد لك واحد 100 درهم ولا 200 درهم. بالنسبه لشي ناس صراحه كتجيو معاديه، لكن بالنسبه للناس ذوي الدخل المحدود الموظفين ديك 200 راه زايده فيه وراه كيخلص بها الضو. باش نكونوا واضحين، تجي زايده بزاف وغاليه عليه. باش نكونوا واضحين عندنا سيدي، باش الناس يفهموا شنو واقع، البنك الفيدرالي الامريكي زاد سعر الفائده، دونك جميع الابناك ديال العالم زادوا سعر الفائده، غير هو المتضررين عندنا بالنسبه لنا نهضر غير على الشطر ديال الناس اللي شادين قروض. اللي غيتضرروا الناس اللي غيتضرروا هما الناس اللي شدوا كريدي بسعر فائده غير ثابت. كنت درت واحد الفيديو كنشرح فيه شنو هو سعر الفائده الثابت وسعر الفائده الغير ثابت. دونك فاش كتمشي تسني واحد الكونطرا كتمشي كيخيروك البنكه ما بين جوج ديال العقود، عقد ديال سعر الفائده الثابت اللي ديما واحد الطريطه ما كتبدلش واخا يوقع اللي وقع، جميع الظروف اللي كتوقع للدوله، الحكومه، الغلاء، المعيشه، التضخم، متزاد كتسني داك العقد بانك غتخلص هذاك الثمن في كل شهر تكمل الطريطه ديالك صافي. وسعر الفائده الغير ثابت كيزيكزاكي، التردد كيتسمى بسعر الفائده المتردد، يعني كيقولوا لك الى زياده المعيشه راه غنزيدوا شويه، الى نقصات المعيشه ديالك ولا هذا راه غنهبطوا لك، راه كذا، يعني مزيكزاكي على حساب، مره ينزل مره يهبط، مره تخلص قدا في الطريطه مره تخلص قدا في الطريطه صافي. لكن اغلب الناس في المغرب دايرين سعر ثابت، اغلبهم كيسنيو الكونطرا دي، لكن كاينين الناس ثانيين ديال سعر الفائده غير ثابت هما غيتضرروا. فاش تزاد زياده غتزاد عليهم. دونك هادشي كامل دايره الحكومه باش تكبح الجماح ولا تكبح ديك السخط ديال التضخم اللي وصل 10.1% فبراير، شهر جوج وصل 10.1%. الزيادة ديال الخضار والفواكه وصل 20%، و يعني ديال المأكولات الفلاحية وهذا والغير فلاحية راه وصلت 3%. دونك هادشي هذا وقع في البلاد. سعر الفائدة غيطلع، وخصكم تعرفوا ان الناس اللي سناو هاد الكونطرا هادي باش تعرفوا، ما نقدش نقول لك انا، يمكن لك تسول البنكه ديالك واش انت ساني ديك الكونطرا ولا لا لا. دونك انت كتمشي تسول تقول له خويا واش انا ساني الكونطرا ديال سعر الفائده الثابت ولا الغير الثابت. الا قال لك الثابت انت ما عندكش شي علاقه بهذا الموضوع، واللي قال لك الغير الثابت يعني انت راه غتزاد عليك، ولا سولتي غيقول لك يمكن تكون شي زياده في الطريطه اللي كتخلص.
دونك حنا كنلخصوا داكشي في الطريطه ديالك انت، ما عندكش شنو باغي تعرف داكشي الاخر، وكيفاش جات هاد يعني الزياده، وكيفاش دونك داكشي من البنك الفيدرالي هو اللي كيفرض على ابنا كامل انهم تاهما يزيدوا سعر الفائده، حيتاش الاموال راه كيبحال شي سلعه عند البنكه، كيبحال شي سلعه كيبحال شي خضره، الا كثر عليها الطلب كتغلى والا قل عليها الطلب كترخص. دونك داكشي اللي واقع دابا سعر الفائده، كتحاول ان الدوله ترفع سعر الفائده باش تكبح الاقتصاد، نمو الاقتصاد باش التضخم ينقص، هذا هو المعنى ديالها. دونك فاش كترفع سعر الفائده كترفع عليك حتى نتايا اللي شاد القرض من البنكه. صافي، نتمنى الميساج يكون وصل، ونتمنى هاد سعر الفائده يرجع كما كان باش الناس عاوتاني ما يتضرلوش، وما تنساوش دعمونا بالاشتراك عجبوش عليك وتبارطاج مع الشريك ديالكم باش يبقاو ديما اجور. تشاو تشاو.